السلام عليكم. هذه حالة سيبيريك دراماتيتس اللي هو التهاب الجلد الدهني. عادة تلقاه في الأطفال، تلقاه يا إما يولدوا بالشكل هذا أو يجيهم بعدين في مرحلة الطفولة المبكرة، فتلقى فيه زي القشور في جلده زي ما نشوفه قدامنا. في حالات تكون أكثر من هيك، القشور سهل جدا إن هي تتحول، مجرد ما تلمسها أو تغسلها سهل إن هي تتحول. في الحالات البسيطة اللي زي هذه العلاج يكون فقط باستعمال شامبو للجلد الدهني زي الجونسون اللي هو اويل اويلي سكين، والا بيبي اويل، وانا بستعمل حتى مثلا كوكونات اويل اللي هو زيت جوز الهند، يعني او حتى الشامبو العادي. ويقول للام ان هي تستعمل مشط او فرشة ناعمة جدا، والمشط يكون بطريقه افقيه، يعني تمشط بالطريقه هذه افقيه، مش عمودي، باش ما تسببش جروح لل فروه الراس، فروه الشعر. في الحالات اللي هي تكون يعني شديده جدا، تكون كل فروه الراس مليانه قشور، والقشور تكون غليظه وصعب ازالتها، ففي الحالات هذه نعطوا يا اما كريمات ستيرويد زي البيتا ديرم، والا شامبو ستيرويد اللي هو زي البتنوفيت سكالب ابلكيشن. فا اني واي انا نصحت الام ان هي تستعمل اويل اللي هو جونسون، شامبو جونسون لاويل سكين، وقلت لها تستعمل فرشه او مشط ناعم، ونشوفها ان شاء الله مراجعه بعد وقت ان شاء الله. شكرا.